بتعرف بلا اهم شيء بلا توم وبلا بصل. اتفقنا. يلا فول وحمص. خلينا ننط على الفرن عشان نشوف الخبزات ان شاء الله يكونوا طلعوا سخنين بيطلعوا بهذا الشكل. سيرفيس كامل الترويقه مع الخبزات عندكم اهم شيء يكونوا سخنين. تتذكر هذا الفرن ايمتى بلش؟ قد صار له؟ هيدا الفرن صار له اكثر من 100 سنه. 100 سنه شايفوا هذا هون؟ اه هذا انا سويته انا بايدي. هاي هم صاروا ساعه زمان هون بيطلع بالنص، بينما الفول بده تقريبا شيء 15 ساعه بنعمل على درجه حراره الرمل. يلي بيجي لعندك بياكل فول على اصوله؟ نعم. اكيد مش علب، اكيد مش مطبوخ بالطنجره بربع ساعه بالضبط، اخذ وقته مستوي مخمر مزبوط. كل منطقه بلبنان شهرت بشيء، كل بلده بلبنان شهرت بشيء، ودائما انا بقول اطيب فول بلبنان بيصوره عندك. اها ميرسي عراسي هيك تمام روعه. ها يلا تفضلوا الخبز السخنه واطيب فول بلبنان. فول مهروس هرس مطبوخ 15 ساعه ما رح تفهموا قد طيب الا ما تجوا لهون. طعم طفول مش علب بيترك طعمه بتم كتير حلوه. زيت زيتون غير شكل، حمصات عليه روعه. تركت بيروت الساعه 5:30 وصلت الساعه 6:30، ساعه بس من بيروت على سور. بيحرز المشوار تتاكلوا اطيب لقمه فول اطيب لقمه بليله. والحمص اللي أنا برأيي بيستاهل يكون واحد من أطيب 10 حمص بلبنان. برمي بسور واحدة من أحلى مدن لبنان ببلش هلا. سلمون بعد الترويقة الخبزات كرمال السمك على الغدا. بيجي عصور ما بياكل سمك مثل رعا روما ما شاف البابا. فهلا رح نطلع نقضي نهار مع صياد نتصيد وناكل سمك. يلا يعطيك العافية. اليوم اللي بيجي لعندك شو بياكل ابتداء من الساعة 7 بكره؟ نحن كلنا حمام سندوتشات. ودائما سالتك زيت السؤال وبرجع بسالك الناس بتاكل لحمه على بكره؟ وقصبه بشو مشهور؟ فتايت، كلاوي، سودا، مقانق، سجق، كفته، مخاح. كل شيء لحمه، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 انواع، 7 انواع سندوتشات ب 2000 ليره. يلا شو بدي ادوق؟ يلا بس ناطرين الخبزات ليجوا من الفرن. رح انزل انا على البحر وبرجع لك بعد شوي. يعطيك العافية. كل ما اجي لهون بحب امشي على هذا البتو. يا ريت بيخلص، بعده مثل ما هو صار له 6 أشهر. اضحك هوب، شو مالك؟ قطع واحد. شو هذا؟ يا حسين 2، واحد سكر واحد بلا سكر، كوباية شاي لصالح. مرحبا.
بفتح لك ليش بدقوا البطيخة؟ شو بتحس؟ كانت تكون حمراء، كانت تكون حمراء حلوة. ايه شو لازم اسمع؟ آسيا. ايه؟ آسيا يعني منا حمراء. حمراء. يعني حمراء؟ لما بدقها هيك. ايه. هيدي؟ حمراء. هي كمان حمراء؟ كم كيلو هاي؟ خمسة؟ سبعة. سبعة؟ شكرا. خبزات أخذناه هون، البطيخة جهزت. فنجان قهوة مع الشباب ومنقلع. تاكل مانجا؟ ميرسي. تقبلها شو توقفي؟ كلنا رايحين ناكل من ايش، صرنا محملين معنا. شو حلو. تراث عريق. شكلنا وصلنا. قالوا لي منقوشة على الجريش عندك؟ دوقني. خليل قالوا لي منقوشة الجريش كل العالم على الانترنت قالت لي بتيجي عصفور مجبور تاكل هذا الشيء. خبرني عنه اكثر. بيجوا من بيروت وبياكلوا معها. هي شو على الاساس؟ قشر الامن. جريش قشر الامن. وبتعمل منها منقوشة؟ وبتعمل منها كنافة قلت لي كمان. ايه كنافة على الجريش. رح دوق اثنين. المحل عندك هون من اي سنة؟ 75. انا ماني ضايق هيك شيء قبل، ماني شايف هيك شيء قبل اساسا. ف ما في منها الا هون. عظيم. ايه. منقوشة الجريش. حتى في كنافة بالجريش. عجينة محمصة سميكة جبنة وزعتر مخلوطين مع بعض نص نص. سميكة قرشة كتير خفيفة على الطرف من جوا بتعلق شوي بتحسه ب ما في سكر ما في طحين أبيض بتبين هلثي. هلأ فهمت ليش كتير مشهور. وعنده الكنافة. اكلين كنافة بصيدا، اكلين كنافة ببيروت، بس كنافة على عجينة طخنة بالفرن مع قطل على الوجه روعة روعة روعة. الحلو فيها انه ما بتعلق، عجينة من تحت محمصة شوي، الخبز اللي على وجه الكنافة كمان مقرقش لأنه متحمص بالفرن، الجبنة كتير لذيذة، نوعيتك كتير عظيمة، فرن فارس بنص سور بوجه القلعة البحرية ضروري ينزار. أوه لك هاي لك هاي لك هاي لك هاي لك هاي هيدا الشغل. هاي خبرية. يارا رح أخذهم معي للصياد. مرحب. أهلا. كيفكن اليوم؟ أهلا حبيبي. لازم نقربها شوي كمان تصير بالميات. هاي توفيق. مرحبا. مرحبا. كيفك حبيبي؟ معروف يا ابو مرحم، نائب الصيادين. كابتن يعني. اهلا وسهلا حبيبي، اهلا وسهلا. قد ايش سمعت عنك وقد ايش مبسوط انه اجي نقضي نهار سوا؟ الله يخليك. ميرسي توفيق لانه عرفنا على الكابتن، رئيس نقابة الصيادين بسور. نعم. خبرني شو رح نعمل اليوم؟ أول شيء بدنا ناخذك مشوار حلو ببحر سور الحلو. بدنا ناخذك على الجزيرة، حاضرين لك لقمة طيبة. بدي أفرجي للبنانية وللعالم كله أحلى بحر عم بالعالم اللي هو عندكم. نفسيتكم بتعقد، صرنا ساعتين عم نبرم سوا وعم نتسلى عم نبرم هون بالسوق. أهلا وسهلا. وتفرجينا قديش حياتكم صعبة وحلوة بذات الوقت بهالنهار رح نقضي سوا. أهلا وسهلا فيكم، نتأمل إنه أنتم تنبسطوا كمان عنا. بوجودك؟ إخوات، مشوار قلبي. سور بكفي على البحر، يلا نط معي. بشرفكم ما أهضمه، ليكل مايو، هيدا كان يكون أنا لابسه. مايو برجر. توفيق من سور قرر اليوم يخدنا ويبرمنا. لحتى أنا ويعمل سوق لك وين؟ بسور. فكرة جيدة جدا. حتى التلج له قصة عندهم. هول تنسقع فيهم أو للأكل؟ نسقع. بعتذر بس انا جيل نايلون شوي بك شد لي حالك زيك اشوف
مرسي. معلش معلش شباب شباب هالزمن. معلش معلش كابتن، خبرنا عن البحر، خبرنا عن الصيادين، خبرنا عن كل شيء بتعملوه. هي البحر حلو، رائع جدا البحر. كثير بنشوف دولفين، كنا نشوف اعداد قليله، هلا عم نشوف اعداد هائله بالبحر. مش بس بالكتب موجود، في دولفينز عندنا. موجود طبعا، موجود عندنا. سوق مزبوط، سوق جالس ولا حلو. عنده قلب الكابتن، يعني مع كل هالموج اليوم طلع البحر، يمكن غمق تحتنا انجا متر ونص، مقربين كب الياطر. قرب شخطوطه على الصخرات كابتن، ما في منه بس كرميل نوصل ونشوي السمك. ايده على قلبه بس سوبر بروفيشنال. بتتلي حالك، بتصير كل قميصتك حمرا وبتنبسط. وعلى اللبناني اهلا وسهلا، تفضلوا. توفيق. واحدة من كل شيء، حاولنا على البحر تندوق. مرسي شباب. الله معك. سبع سندويشات بس، ناس فوق بعضها، صار لي نص ساعة ناطر. شو هالمحل العظيم؟ عجقة، الناس فوق بعضها، الساندويش ب 2000. بيلفون بسرعة مش معقول. أنا واقف، شي أربع زبونات فاتوا قالوا له جايين من كتير بعيد. وأهم شغلة ساندويش الفتايل يلي الناس بتجي بتاكله ابتداء من الساعة 7 بكرة لساعة 7 بالليل. خبزتين تراية شوي محمص. برادورة برادور ولحمة مفرومة. ساندويش الكلاوي بلندن. هذا هو.
شوي من الجزر اليونانيه، شوي من قبرص، اكيد كثير من لبنان. هي تاني مره على سور، واكيد انا راجع. اكل طيب، شعب بعقد، بحبها كثير هالمدينه. تعالوا قضوا صيفيتكم، رح تنبسطوا كثير.